السلام عليكم، كان النهارده معاكم في فيديو جديد. احداث اليوم كده راحت لي ان انا اتكلم في الموضوع ده. بس قبل ما ابدا بفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، تاكدوا ان هو على الكل. النهارده هتكلم على اداه بنجو. الموضوع طبعا لطيف جدا، وطبعا المصريين يعني لا ينقصهم هذه الاداب نهائي طبعا. فانا هتكلم بقى على يعني السلوكيات اللي احنا ليل نهار بنشوفها، واللي انا يعني بستمتع ايام استمتاعي يعني وانا في الحياه بواجه هذه السلوكيات الرائعه للمصريين. يعني اول حاجه، انا بس كنت مسجله الفيديو قبل كده وقلت لكم ان انا مش فاكره الفيديو كان عن ايه يعني، بس ذكرت في حته حزام الامان يعني، وقلت يعني او مش فاكره يعني قلت ولا، بس يعني من ضمن السلوكيات اللطيفه بتاعت المصريين ان هم شايفين ان حزام الامان ده حاجه يعني هو نظام، يعني كل ما ممنوع مرغوب وكل ما مفروض ممنوع يعني او متمرد عليه يعني. فحزام الامان طالما ان هو حاجه الدوله بتاكد عليها، فهم مش شايفين ان هي لامان الشخص السائق يعني والناس الراكبين معاه، ولكن هي حاجه لازم ان احنا نخترق هذا القانون. فانا سبحان الله يعني اتكلمت عنها المره اللي فاتت، تاني يوم مباشره عربيه خبطت فيا وكان فيها انتهاك برضو لاداب المرور، وكانت خبطة جامدة قوي في الحقيقة. ان انا يعني رغم يعني هو اللي حماني من شدة الخبطة، كان ان انا يعني كنت حريصة ان انا استخدم حزام الامان، لكن رغم وجوده برضو يعني الضلوعي نفسها بتاع القفص دي خبطت في الدركسيون، بس طبعا اتزقت لورا يعني بتاع العربية يعني كان يعني ربنا توليها. وحتى قعدت اسبوعين بعديها ما مش قادره اركب العربيه خالص وسايباها، ويعني وواحد اصلا يعني مش ناقص حقيقه. ربنا بقى وحده عالم بقى الفيديو ده هيوصل عن ايه يعني. بس انا النهارده الصبح نزلت وشفت كام حاجه كده انا بتعرض ليها طبعا بشكل مستمر يعني، بس حسيت كان انا عاوز اعمل فيديو عن اداب المرور، فقلت نتكلم بقى النهارده عن الموضوع ده. وانا صغيرة كده اعتقد انهم علمونا في المدارس القصة دي، بس انا مش يعني مش عارفة السورس كان منين بالظبط، بس كنت اعرف يعني او المعلومة دي عندي ان في اولويات للطريق، ان الاولوية بيبقى للشخص اللي ماشي في الشارع الرئيسي. زي الحادثة ان انا حصلت لي دي، ان انا اللي كنت ماشية في الرئيسي واحد طلع بالعربية من الركنة بتاعته وعادي راح نسفني يعني. فهي كان الأولوية أصلا للماشي في الطريق الرئيسي، مش الناس اللي طالعة من جنب الرصيف ولا اللي طالعة من الشوارع الجانبية. دول يعني بيلتزموا بال يعني لما الطريق يبدأ هما يحدوا، مش يعني ما فيش. لكن طبعا طبيعة المصريين إلا من رحم الله منهم يعني طبيعتهم البلطجة. فمن برضو من الاداب ان في حاجه اسمها الالتزام بالاتجاهات السير، وطبعا اتجاه السير في الشوارع العامه وكذلك في الشوارع الجانبيه، ان في بعض الشوارع عليها علامات ممنوع الدخول، فتلاقي الشخص يعني تشاور له ان يعني انت طالع من الشارع في اتجاه السليم وواحد داخل، فانت هتشاور له يعني عشان لو هو مش جايز يكون مش شايف يعني جايز برضو، خلينا يعني نقول برضو، لكن انت تشاور له هو برضو يعني نظام انكيش دعوة يعني اطلعي ما انا برضو داخل يعني. فالوقاحة والمجاحة بتاعت المصريين رهيب. طبعا لو انت بقى في داخل الطريق نفسه وقفلوا عليك يعني مشين انت ماشي صح وقفلوا عليك، برضو من الـ يعني من سوء الاخلاق والمجاحة وانعدام الضمير ان هم يصروا ان انت برضو اللي توسع له يعني. حتى الواحد حتى لو غلط، كلنا بنغلط احيانا مضطرين او يعني تحت ضغوط او مستعجلين او تابر او ما شفناش اصلا يعني دخلنا غلط، بس على الاقل الواحد لما يعرف بيتادب يعني ان هو بيوسع طالما انه يقدر يوسع يعني. لكن الناس تبقى يعني لا، ازاي كلمتها هي ما تمشيش. طبعا الشيطان طبعا هو اللي بيحركهم، وبتبقى حته العند والنديه والكبر، فوقفوا الطريق والناس تبقى مولعة وهم غلط وعادي جدا. الرد بيبقى ما كل الناس بتعمل كده،
وفي اللي يقول لك لا انت كان في قصد شارع اتجاهين، مع انه اصلا لا يسع الا العربيه واحده يعني في اللين يعني نفسه، ان هي ان هو حاجه واحده يعني لين واحد. وطبعا المشاكل طول الوقت طول الوقت المشاكل. طب ما انتوا يعني يا جماعه التزموا بالعلامه دي اللي احنا واحنا بنطلع رخصه القياده امتحنا في العلامات والقصص دي، فانتوا بتشوفوها برضو بتتجرأوا. الحاجه التانيه ان في ناس بقى كمان بتشيل العلامه، يعني هم بقى عشان يعني هو طبعا ازاي يعني يفرض عليهم الشيء، هما شايفين ان هما لازم يمشوا عكس الاتجاه، فيروحوا ما تفهمش ازاي بيشيلوا الحديده ديت وبتختفي، ما تفهمش ازاي. فده جبروت يعني. زي ما قلت لكم ان في اولويات في الطريق، بس يعني المصريين بيعملوا حاجات لطيفه قوي يعني. هم عندهم مثلا في الطريق في يعني في السجاد احنا بنشوفها في الشارع ان الاولويه بتبقى للذكور، يعني لو شايف واحده ست هي اللي سايقه، ف طبعا دي بتبقى شخصية مريضة يعني، بس بنشوفها طول الوقت. الحاجة التانية فكرة الاستضعاف يعني. الحاجة التانية برضو ان في المنطق كده غريب يعني، انا بشوفه ان الاولوية برضو عندهم سلوكياتهم ان الاولوية اللي غير العربية الملاكي يعني المشاريع مثلا، اللي هو طبعا الدم حما اسكندنافي المشاريع، باقي بيقولوا الميكروباصات او مثلا التاكسيات دول اولويه يعني، يكسر اي قواعد واي شيء يعني. طبعا بقى الكائن اللطيف العظيم اللي هو التكاتك ده اصلا بقى يعني حدث ولا حرج. انا بحس ان هو يعني ناقص خشوا ببقنا يعني، سواء كنا بنسوق او ماشيين مشاه يعني. حاجه غريبه وفي يعني تكاثر رهيب في عددهم وطغيان كده واحتلال، انه بدأوا يخشوا في الشوارع الرئيسية وكمان بيمشوا في الشوارع السريعة الطرق السريعة وبيمشوا عكس الاتجاه. وهو عكس الاتجاه ده طبعا سواء بقى من العربية او متنطقة في شارع رئيسي او شارع جانبي او على سرعة او مش على سرعة، ده في القانون اسمه شروع في قتل يعني جناية بيخشوا فيها السجن، مش مجرد مخالفة يعني. من الحاجات اللطيفة اللي طبعا ليه النهاردة بنواجهها هو العذاب اللي بتخليني يعني، انا شخصيا ساعات برجع بكون خارجة مكان باخد بعضي وبرجع يعني عشان ما لقيتش الركنة والمحلات. المحلات بتعتبر نفسها المحل دوت ده عبارة عن مخزن، بس ان هو وقت ما بيكونوا قافلين بيحطوا ممتلكات المحل دوت جوه المخزن دوت، ولكن لما يجوا يفتحوا بقى بيطلعوا الكونتينرز ديت سواء بقى تلاجات او ستاندات او كده، وبتتفرش في الرصيف المقابل. وده طبعا برضو دي مخالفة بيسموها اشغال الطريق تقريبا، الاحياء بتاخدها. وكمان بيتعدوا في الرصيف كمان، يعني انت مش من حقك ان انت تركن قدامهم. ليه؟ لان هو ده اكل عيش يعني. ايه علاقة اكل العيش يعني ربنا سبحانه وتعالى الرزق هيجي لهم لو هم فين يعني، لكن العقلية المريضة يعني هي فكرة اللي هو يعني وضع اليد يعني حاجة يعني، هي دي اخلاقيات يعني. هتيجي انت يعني عاوز تركن حتى لو هم قافلين يعني، ممكن يتقالك مثلا ان لا انت يعني، هو في اللي هو فكرة الكونسبيرسي ثيوري ديت اللي هي نظريه المؤامره، ان انا مثلا اسالني طب هتيجي بعد قد ايه، ممكن نكون مثلا قصه هتقعد 10 دقايق ساعه ساعتين، هخلص القصه كلها قبل ما هم يظهروا حتى يعني. لكن هم ازاي يعني؟ لا ما انتي لا انت ممكن تركني بقى ركنه وتروحي ما نشوفك بعد 3 ايام. فنظريه المؤامره دي بتخليهم يعني هم اصلا مش صحاب حق، ومع ذلك تخليهم كمان يرفوك. ولو انت بقى يعني يعني مش ايه يعني، هي مش بلطجه، ولكن هو يعني تمسكت بحقك دوت، ممكن تروح المكان ترجع تلاقيهم مأذين لك العربيه. فدي من الحاجات البشعه اللي احنا بنعيش يعني بنشوفها ليل نهار يعني. كمان من السلوكيات الصعبه برضو اللي بنشوفها بقى دي الحاجه بتاعت قلنا الاولويات برضو. من ضمن الحاجات الغريبه يعني، انا قبل ما اسوق كنت الاحظ مثلا ان يعني كنت بركب تاكسيات ومواصلات يعني، فكان لما كنت بشاور لحاجه كانوا بيركنوا على جنب، او بركب او لو انا عاوز انزل بيركنوا على جنب وينزلوني.
لكن على ارض الواقع حاليا بقى سلوكيات المصريين الان ان بقى التاكسي يقف لحد شاور له او يعني اول ما يشاور له هو يقف قصاده، مش احنا كنا بنجري وراه يعني عبال ما يلاقي ركنه يركن فيها، لا دلوقتي عادي يوقف اللي وراه عادي، ما فيش، ما طبعا الاولويه ليه، فهو يعني ده حياته، احنا بقى يعني ما لناش دعوه نستنى بقى. حاجات برضو لطيفة، فكرة المشاة، بما ان طبعا المحلات استولت على الرصيف واستولت على الناحية يعني الموازية للرصيف، فطبعا المشاة يعني بيمشوا بقى جوه قعر الطريق يعني، وكمان يعني هما ممكن طبعا يمشوا موازاة للعربية الراكنة اللي وجدت راكنة يعني، بس او ممكن على الرصيف برضو يعني، الرصيف يسعهم يعني، هما المحلات مش هتعترض على المشاة، بس هما لا، المشاة بيحبوا يمشوا في وسط الشارع. فانت كواحد بتسوق يعني هتعمل ايه؟ طيب يعني ما هتسكلكس لهم، لكن الحقيقة ان هما يعني بيبقى فيه يعني فكر كده ان هو الكلكسة دي مش ليه، وهو يعني انا دايما اقول ايه، ان هو لازم يبقى فيه 3 4 كلكسات لكل مواطن عشان يبدأ ينتبه ان في عربية ممكن تدوس، ولو بقى في كذا حد شلة سواء يعني تبع بعض او مش تبع بعض، ما في يعني كل الحركة هي يعني عند الكلاكس التالت يعني في احسن الاحوال ان لم يكن اكتر بيبدأ يتحرك واحد، فانت يعني التاني ده لا، محتاج ان انت تزود بقى 3 4 كلاكسات تانية، لو العدد كبير يبقى بعددهم بقى واضرب في 3 4 برضو كلاكسات، فهو يعني 3 4 كلاكسات لكل مواطن. وانت بقى يعني ما الشل بقى مش مشكلة، لا انت عارف تركن طب وخنقت من السواقة، ولا انت عارف تسوق اصلا، ولما تيجي تشوف بقى يمكن في الطرق بقى السريعة الواسعة اللي مش هتحس فيها اوي مشكلة الركنة او حتى انت مش هتبقى عاوز تركن اصلا فيها، والارصفة واسعة والطريق لطيف وكل حاجة، زي مثلا عندنا في اسكندرية على الكورنيش على البحر، تلاقي الناس يعني في حاجة كويسة حصلت من كذا شهر او مش عارفة يعني ابتداء من امتى، بس هي بقى لها مدة، هي ان عملوا بدل المطبات عملوا اشارات، وطبعا ده بالاضافة لوجود الانفاق يعني، عملوا اشارات عشان المشاة تعرف تعدي، لان الطريق بتاع البحر ده سريع وصعب وفي لينز كتير يعني، في مناطق كبيرة، مناطق كتيرة بيبقى فيه تقريبا في كل اتجاه 8 لينز او حاجة كده، مش فاكرة العدد، 6 او 8، فصعب ان حد يعدي والناس ماشية بسرعة يعني، العربيات ماشية بسرعة، فالاشارات دي حاجة ظريفة ان هي بتحجم شوية السرعة بتاعت العربية. لكن المشاة ازاي يعني، ازاي المصري يلتزم بان في اشارة مرور؟ فهو طبعا لو هو سايق يعني ممكن يكسرها عادي يعني، السواقين بيحبوا الحركة دي. لكن المشاة بقى ممكن يبقى جنب الإشارة ذات نفسها مش قادر يستنى إن إشارته هو تفتح للسماح ليه بالعبور الطريق، ويروح رامي نفسه على العربية. طبعا دي برضو دي دي انتحار يعني، ملوش حل غير كده، ولو هو حصل له حاجة أصيب أو مات فهو ملوش دية، لأن هو المخطئ مش العربية المخطئ، لكن هو بيعتمد إن أنت هتفرمل، ما تفهمش إزاي، ما بيفكرش بقى ان انت ممكن اصلا فراملك تكون بايظه، انك بدل ما تدوس فرامل من الفزعه اللي هو سبب لك فيها تدوس بنزين فتشوطه، انك اصلا حتى لو الفرامل اشتغلت كل حاجه انت ماشي بسرعه وانت سايق، وبالتالي انت هتنزل بسرعتك بشكل مفاجئ، فانت نفسك هتتضرر وانت داخل العربيه من نقله السرعه، الفرق السرعه الفظيع دوت، والعربيات اللي وراك تخبطك فتقوم اتأذف مالك، والعربيات نفسها تخبط في بعض. هو ما بيفكرش في كده، بيفكر في نفسه بس، ان هو المصري الاصيل ده بيفكر في نفسه بس، والذكر المصري الاصيل. فتلاقي يعني ممكن تبقى اسره بقى يعني ترمي نفسها على العربيه، فحاجه يعني بصراحه يعني سلوكات عجيبه يعني، فكره عدم الالتزام دي حاجه مش عارفه بصراحه الواحد يعمل فيها ايه بصراحه. اخر حاجه بقى هتكلم فيها وهي السلوك في المصريين بشكل عام، طبعا ظاهر برضو في حاجه مروريه، وهي فكره اللي هو السير ورا القطيع. احنا في الدين على فكره منهيين عن الموضوع ده، في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بينهانا ان نكون كالإن معه، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بينهانا عن ذلك. ف
لكن المصريين تلاقيهم بقى يعني لما نعمل ابلكيشن على المرور، موضوع كسر الاشاره، تلاقي الاشاره بالنسبه لمرور السيارات والاشاره حمراء، وتلاقي العربيات بتكسر الاشاره، والشخص اللي سايق شايف اللي قدامه بيكسر اشاره، هو كمان كسر الاشاره. ليه؟ عشان ما الناس كلها بتعمل كده. هو فكر القطيع ده الفولورز يعني. امتى بقى يبدا ان هم سلوكهم ينضبط؟ لما تيجي مثلا انت شفت الاشاره حمراء فوقفت، فاللي وراك يوقف. هو برضو نفس فكر الاتباع القطيع برضو، بس انت كنت بقى ساعتها لما التزمت كنت انت قائد هذا القطيع، فهو اتبعك مضطرا يعني، اصلا كمان انت قفلت عليه لما كنت بقيت قدامه يعني. وفي ناس من البجاح من مكان بقى لو في لين جنبك فيقوموا مكسرين تاني، بس عاده يعني ده رصد للواقع، ان لما انت بتكون اول من يفعل الشيء الباقي بيقلده. انا مره واحده زميلتي كانت معانا تكليف ربنا استحالها يعني، كانت بتقول لنا كده، انا لو كنت جيت المكان دوت ولقيتكوا مهرجلين ومش عارفه ايه كنت هبقى زيكم، انا جيت لقيتكم انتوا بتصلوا وملتزمين فبقيت زيكم. انا يومها حتى انا كنا صغيرين، بس انا نبهتها على النقطه ديت، ان هي المفروض انها بتعمل الصح وبتعمل عن الغلط، مش هي بتعمل اللي بيعمله الناس. طبعا يعني احنا القصه ديت ده سلوك مجتمعي يعني، هو سائد بشكل لا يعني رهيب في المجتمع المصري يعني، الا من رحم الله، وهم قليلين يعني، ويكاد يكون ان انا مش بشوفهم يعني. بس ده انا حبيت اتكلم عليه المره دي في الفيديو دوت، واحكولي يا ريت تحكولي عن ايه اللي بتشوفوه في اثناء المرور. اكيد اي حد بيسوق في مصر بيعاني من سلوكيات السائقين والمشاة والبشر على الارصفه وكل حاجه. عاوزين حلول، عاوزين الناس تنتبه، عاوزين الناس يعني تتقي الله في نفسها اولا، لان هي كمان بتتأذى، تتقي الله في بقيه البشر. وده بس اللي حبيت اتكلم فيه النهارده، ونلتقي ان شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد ودردشه جديده وفضفضه مني جديده، والى اللقاء.